ده راجل محتاج وده راجل برضه محتاج. الراجل ده ناس كتير ساعدوه بفلوس، لكن الراجل ده جمعية طالعة عملت له مشروع صغير ورقبته وتابعته. الراجل ده الفلوس اللي معاه خلصت ولسه محتاج وبيمد ايده، لكن الراجل ده بقى عنده مصدر رزق ثابت وفتح ورشته وبقى قادر يصرف على أسرته. العبرة في الزكاة والصدقة مش انك تدي فلوس وتريح نفسك، المهم نتيجة زكاتك وصدقتك هتبقى ايه. كل جنيه انت بتتبرع بيه بيعمل مشروع لأسرة تعيش عليه. شارك في مشروع اكفل قرية فقيرة في الصعيد، جمعية الأرمان. اتصل ب 19 4 55 يوصلك مندوبنا لحد باب البيت.